أهلا بكم مشاهدين جريدة فيس بريس في هذا الموجز الإخباري. لقي شخص مصرعه أمس الأحد إثر انهيار سقف المنزل الذي يقطن به بجماعة ابن أنصار التابعة لإقليم الناظور. أعلن البيت الأبيض أن نتيجة اختبار كوفيد للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن جاءت إيجابية أمس الاثنين، في حين أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن كانت سلبية. أما فيما يخص أحوال الطقس، فتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الأربعاء أن تعرف درجة الحرارة العليا ارتفاعا مع طقس حار بالجنوب والجنوب الشرقي والسهول وغرب الأطلس. ورياضيا، فقد أجرى المنتخب الوطني الأول أمس الاثنين أول حصة تدريبية استعدادا للمباراتين اللتين سيخوضهما يومي السبت 19 شتنبر أمام منتخب ليبيريا بأكادير، والثلاثاء 12 شتنبر ضد بوركينا فاسو بمدينة لانس الفرنسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.